السنه دي جاهزين لك بشويه مسلسلات حلوه، 30 مسلسل مستنيينك. هتعمل ايه؟ انك انت تفتح وتلج، هتفتح على العوض. عارف زي بالظبط لما تقعد زهقان تقوم داخل على السوشيال ميديا، اعمل اي حاجه، اشوف اي مقطع ثقافي حتى او ترفيهي مباح حتى على الفيس على اليوتيوب. تلاقي لو انت ما عملتش معصيه، وده شيء صعب جدا على السوشيال ميديا، لو انت عينك ما وقعتش على حرام وما وقعتش على حاجه تثير شهوتك، انت بتلاقي ساعه ضاعت منك ما انتش عارف راحت في ايه. تيجي في الاخر طب وانا استفدت ايه؟ مفيش حاجه. ايه المعلومه اللي خرجت بيها؟ مفيش حاجه. ايه الحاجه اللي اتغيرت فيا؟ مفيش حاجه. طب الزهقان راح؟ ما راحش، بالعكس زاد. هو كده يا اخواني في الله. خد بالك مسلسلات رمضان سياستك معاها ايه من الوقت؟ لازم من الوقت. هي دي الحاجه، هي دي النداهه بتاعت رمضان، هي دي خطفت الرجاله بتاعت رمضان، بتخطف الرجال العابدين وبتخطف النساء العابدات من بيوت الله الى امام المسلسلات. هو ده الحرام اللي واقف على الكاشير. انت قاعد تبيع في الموسم ومتهيألك انك هتبقى مليونير بعده وهتسدد كل الديون اللي عليك، ومقعد على الكاشير بتاع الخزنة حرامي، بدل ما بيحط الفلوس في الخزنة بتاعتك بيحطها في جيبه. دي الثقب اللي في شوال الحسنات بتاع رمضان. خد بالك، خد بالك، لازم يبقى عندك سياسة واضحة مع المسلسلات، مع السوشيال ميديا. هتعمل ايه؟ اقفل احسن. طب دروس رمضان يا عم، وفي دعاه بيعملوا دروس رمضان. والله لو انت تأمن انك انت داخل ومفيش اي حاجة يمين ولا شمال تتشحن وتخرج ماشي. طب انا مش امن ولسه وعزمت على قدي يا عم، بقى اسمعها بعد رمضان. انطلق انطلق وربنا يفتح عليك.